السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج فتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. زي ما تعودنا حلقة يوم الحد هي الحلقة المخصصة لأحكام المواريث مع فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك، متشرفين بوجود حضرتك معانا. ويمكن يعني كل حد كده تعودنا خلاص هنتكلم عن أحكام المواريث وأحكام الميراث، وحابين نسأل النهاردة متى بدأ العمل بأحكام الميراث كما نراها الآن في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكما تحدثنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتلطف بعباده فينقلهم من حال الجاهلية إلى حال النور والعلم، وإلى حال تقوى الله سبحانه وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فترفق وتلطف بهم فأنزل أحكام المواريث متدرجة شيئا فشيئا. وكان من أهم النقاط التي انتقل فيها الناس من الجاهلية إلى العلم والنور أنهم بدأوا يورثون الإناث، في قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون، للنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وعلى هذا فهذه الآية قد نقلتهم من حيث أنهم كانوا يمتهنون المرأة ولا يورثونها إلى أنه قد أصبح لها نصيبا. ثم بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الآية إنما يتحدث الحق تبارك وتعالى إلى أن للكبير وللصغير نصيب، فيقول: يوصيكم الله في أولادكم، هؤلاء الأولاد صغارا أو كبارا لهم نصيب. وعلى هذا فقد نقلهم من حال الجاهلية من حيث أنهم كانوا لا يورثون إلا الكبير، وكانوا لا يورثون وكانوا يورثون إلا القوي الذي له منعة ونصرة، ولا يورثون المرأة لضعفها ولا الصغير لضعفه، إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أقر لهم الدولة المدنية بأركانها وشروطها حتى يستطيعوا أن يتصرفوا في أموالهم وفي مواريثهم على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، متى بدأ العمل بهذا؟ بدأ العمل بهذا بعد غزوة بدر، لما استقرت الأمور ورأى الناس أن دولة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية المنظمة بدأت تظهر ملامحها، فبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة الحديثة، فأقر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على ما نجده الآن. ومن المفيد أن نعلم أن أحكام المواريث مفصلة بأدق تفاصيلها، ولم يتركها الحق تبارك وتعالى لكثير اجتهاد، وإنما أصولها كانت مبينة مفسرة مدققة من عند الله سبحانه وتعالى. بالفعل، يعني ده من الحاجات فعلا اللافتة جدا أو الملفتة جدا، إن الحديث عن أحكام المواريث تحديدا ذكرت بالتفصيل. يعني حتى بعض مشايخنا وعلمائنا لما بنيجي نسألهم كده دايما بتكون الإجابة بآية، كل نعم. إجابة بآية بآية بآية. نعم. ما السر في ذلك، يعني في هذا التحديد؟ نعم، السر في هذا أن المال هو ما يتقاتل عليه الناس. نعم. ولذلك لما نتأمل الصورة إنه في إنسان توفي وكانت له ثروة، وهذه الثروة إن كان توزيعها على الورثة يخضع للاجتهاد وللرأي وكذا وكذا، فبالتأكيد يتسارع إليها الناس والقوي يأكل حق الضعيف. ومن الممكن أن يقول فلان أنا رأيي كذا، وفلان يقول وأنا رأيي كذا، وهكذا يعني تتعارض الآراء من حيث تعارض المصالح في كيفية كسب أكبر قدر من المال من هذه التركة التي قد تركها المورث. ولما كان المال ما تميل إليه النفس، وكان هناك شغف كثير عند الناس في الحصول على أكبر قدر من المال، وإن في دايما في الورثة أقوياء وضعفاء وكبير وصغير وهكذا، أراد الحق تبارك وتعالى أن يضبط هذا الأمر. ليه؟ لأنه لما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الأم السدس
فلا أحد يتحدث. خلاص بقى محدش هيتكلم. نعم. ربنا اللي قال كذا. خلاص. لما نقول أن الزوجة لها الثمن لا أحد يتكلم. لما نقول أن الباقي بعد الثمن وسدس لأولاده صغارا وكبارا للذكر مثل حظ الأنثيين فلا أحد يعترض. لماذا؟ لأن الأمر جاء من عند الله سبحانه وتعالى. حضرتك كمان أشرت لنقطة مهمة يا دكتور علي، وهي حتى أن الأمر لم يترك لاجتهاد كثير من العلماء، يعني نعم. علشان ما حدش يحس أن في عالم وهو بيحكم مثلا جه عليه مثلا أو حاجة، ده الأمر يعني نعم. ده القصد. لأن الأمر إذا جاء من عند الله سبحانه نعم. وتعالى سمعنا وأطعنا. أيوه. فلا مناص من الطاعة، خلاص، لأن هذا هو أمر الله. أما إذا قلنا أن هذا هو أمر فلان الفلاني الذي اجتهد فقال لا، طب ولماذا نأخذ برأي فلان ولا نأخذ برأي فلان؟ إذن سيتنازع الناس الأمر، وهذا أمر مهم. وخصوصا لو تأملنا سنجد إن الورثة أقارب. نعم. الورثة أقارب، لو أننا تركناهم للنزاع لتقطعت الأرحام. ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أرحامنا من أن تتقطع بهذا السبب أورد لنا هذا الأمر على سبيل مفصل حتى لا يكون فيه هناك اجتهاد ولا كذا ولا كذا، وإنما جاء الأمر من عند الله في افعل ولا تفعل. كان يترتب عليه فساد في أسرة ومن ثم العائلة ثم المجتمع كله يبقى فيه يعني صحيح. فساد وإفساد. طيب ممكن حد من اللي بيتفرج علينا من المشاهدين الكرام يسأل، ما المردود من تعلمنا لأحكام الميراث بهذا الشكل المبسط؟ مردوده عليه إيه في حياتنا؟ نعم. لو تصورنا أن علم الميراث موجود نعم. ولكن لم يتعلمه أحد، ما الحاصل من هذا؟ الحاصل من هذا أنه علم الميراث سيندثر. طيب لو تصورنا أن علم الميراث اندثر، ما الحاصل؟ الحاصل أن هناك من توفي وله تركة ولا يستطيع الورثة تقسيم هذه التركة. صحيح. ماذا يترتب على هذا؟ النزاع. طيب وماذا بعد النزاع؟ تقطيع الأرحام. والقوي يأكل الضعيف. إذا عدنا إلى أيام الجاهلية كما كانت، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض. وبعدين ينبهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يأتي زمان فلا يجد الرجلان من يحكم بينهما في الفريضة، يعني اثنين ورثة ومش عارفين يقسموا التركة إزاي، فيمر على علماء الناس يا جماعة احنا عندنا تركة عايزين نقسمها، ما أحد يستطيع تقسيم هذه التركة، ماذا يفعل هؤلاء؟ خلاص هيعودوا إلى أيام الجاهلية بعد ذلك وكأن شيئا لم يكن. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهنا إلى مدارسة علم المواريث حتى لا ننسى تحديدا علم المواريث لابد أن نستذكره دائما حتى لا ننسى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من المدينة إلى الشام حتى يعلم الناس علم المواريث، فكان هذا دليل على أهمية هذا العلم في الأمة الإسلامية حتى نضمن عدم ضياعه. ولذلك من المفيد جدا 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 أننا عندما نتكلم عن علم الميراث نتكلم عنه باهتمام، وأن المستمع يستمع باهتمام، لعل من يستمع يحب هذا العلم ويتدارسه حتى ينبغ فيه، يعني نكسب بعض الشباب ممن يستطيعون حمل هذه الرسالة ويحيى هذا العلم في بيننا فيما بيننا دائما، ونضمن أنه إن شاء الله على الأقل في جيلنا وفي الأجيال اللاحقة علينا لا يندثر فيما بيننا. جميل جدا. وحتى يعني يا مولانا مسألة أن مش شرط كل الناس تبقى علماء، ولكن شرح حضراتكم وتفصيل حضراتكم وبيان حضرتك مثلا لمسألة الحكمة من كذا والحكمة من كذا وليه هنا هياخد كذا وليه هنا هياخد كذا، دي ترقق القلوب، وحتى لما يعني نقع بعد كده في مسألة أو في حكم فيما يتعلق بالميراث تبقى قلوبنا كلنا حاضرة وفاهمين ومتفهمين الحكمة من هذا من هذه القسمة. صحيح. نعم. ولذلك في كثير من الناس لما بيجي يشرح علم الميراث يشرحه على أنه شيء تعبدي، احفظ كذا احفظ كذا، إنما الحقيقة في يعني في رأيي أنه عندما نشرح علم المواريث لابد وأن نشرحه كعلم مفهوم، يعني نبين الحكمة ونبين ما العلاقة ما بين أصحاب الفروض والعلاقة بين العصبات ولماذا يرث فلان ولا يرث فلان، لازم يكون في حكمة والحكمة موجودة، ولكن إذا حفظنا بغير فهم سننسى. ولذلك كثير من الطلاب من يشكو إلي أنه ينسى كثيرا علم المواريث، يعني يبقى حافظ ويمتحن وبعد ما يمتحن بأسبوع ولا اثنين يلاقي نفسه نسي كل حاجة وبعدين يبدأ من الأول تاني.
فأنا دائما بنصحهم وبقول لهم إيه، هذا لأنكم قد حفظتم فقط بغير حفظ، قواعد فقط، قواعد. نعم. ولكن أنا لا أنهاك عن الحفظ. نعم. ولكن احفظ عن طريق الفهم. نعم. يعني تحفظ حفظ صم. إحنا عندنا كلام مكتوب نقعد نحفظه وخلاص، لا، إحنا عندنا كلام مكتوب هنفهمه الأول، وبعد ما نفهمه من كثرة التطبيقات عليه هتجد نفسك حفظت بغير تعب. وهذا الحفظ المبني على الفهم لا ينسى بعد ذلك. أما إذا حفظنا بغير فهم هننسى. وتعلمنا حتى على إيد حضراتكم مسألة أنك تتعلم بالمسائل، يعني تفضل نعم. تدرب نفسك بالمسائل. صحيح. مثلا ما تواترك، يعني كنا بنتعلم نعم. كده من حضراتكم. صحيح. فترك مثلا كذا، تبتدي تشوف أنت بقى وتقسم. صحيح. وهذا بيجعل الطلاب يحفظون بغير تعب كثير، بل بالعكس لما بيحفظ بالتطبيقات على طول بيربط ما بين الورثة بعضهم ببعض، ويعرف من يحجب ومن يحجب ولماذا حجب وهكذا. زي علم الرياضيات هو علم نعم. تطبيقي. صحيح. أكثر منه. صحيح. نعم. ربنا يعلمنا كده جميعا من حضراتكم ومن علمكم الجزيل. زينب سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بحضرتك. لو سمحت، يعني أنا معي عمي شغال في جامع، مسؤول عن الجامع يعني. ففي حد بيبقى محتاج مثلا مصحف ان هو يحفظ فيه وياخده يقرا فيه ويحفظ فيه. فعايز عايز مصحف، هل يجوز ولا حرام؟ يجوز ان هو يسمح له ياخد المصحف يعني من الجامع، صح كده؟ عشان معهوش يشتري. طيب، ومعايا سؤال لحضرتك الثاني. وطي يا زياد، اتفضلي. ابني يعني درس في الشيخ، قال له في الدار ان كلمه لا اله الا الله هو خارج من البيت دي بدعه ما كانتش موجوده ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. هو يعني بيقول لا اله الا الله هو خارج من البيت، يعني انا مثلا بقول له لا اله الا الله هو بيرد عليه بيقول لي الله. فهمت حضرتك، وصل سؤال حضرتك. شكرا جزيلا يا استاذه زينب. دكتور علي هيرد على حضرتك. طيب ناخد ناديه الاول. سلام عليكم استاذه ناديه. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا حضرتك، ما سمعتش سؤالي؟ قولي سؤالك، اتفضلي. سؤالي، انا ستي توفت من شهر. معاها كانت مخلفه ست بنات وولد، ربنا يرحمها. منهم ثلاثه ماتوا على حياه عينيها. والولد توفى قبل برضه ما تموت بسنتين. وكذلوا البيت باسمه. هل انا أرث؟ أنا بقى والدتي متوفية من ضمن البنات المتوفين، هل إحنا بقى أولاد البنات المتوفين يورثوا عن ستهم؟ ثواني يا أستاذة نادية بقى، خليكي معانا عشان دكتور علي لازم يسألك هنا. حضرتك حابب تسألي حاجة؟ يا التلات بنات اللي توفوا كلهم لهم أولاد؟ التلات اللي هم توفوا لهم أولاد وبنات. طيب، والابن له أولاد؟ والجد متوفي، الجد متوفي من قبلها. الابن مش حضرتك قلتي هي توفت عن ست بنات وولد؟ اتوفى، لا، ما منهم ثلاثه ميتين قبل منها، ثلاث بنات ميتين قبل منها والولد. الولد ده كان ليه اولاد؟ هذا الولد له اولاد؟ ايوه له اولاد. طيب انت حضرتك بتقولي هي كتبت البيت باسم الولد، بس احنا بنتكلم على الذهب والفلوس، هل احنا الاحفاد يعني هيورثوا اولاد المتوفيين؟ هيورثوا؟ طيب اولاد الابن ذكور واناث، صح؟ ايوه. طيب واولاد والثلاث بنات المتوفيين منهم والدتي، انا معايا اولاد وبنات، بنت وولدين. حاضر، وصل سؤالك يا استاذه ناديه، شكرا لحضرتك، والدكتور هيرد على حضرتك. طب نرد عليها الاول كده وهي المساله حاضره. طيب دلوقتي هي توفيت عن ثلاث بنات وأولاد، ثلاث بنات وأولاد ابن. نعم. أولاد الثلاث بنات دول أصحاب وصية واجبة، أما أولاد الابن ليسوا من أصحاب الوصية الواجبة. ليه؟ لأن أولاد الابن هنا ذكورا وإناثا سيرثون الباقي بعد الثلثين للثلاث بنات. أما أولاد الثلاث بنات فهؤلاء لهن وصية لهم وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أم كل منهم لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة الجد. طيب البنات المتوفات لهن ايه؟ لهن مع الاحياء ثلثي التركه، تمام؟ فنقسم ثلثي التركه الى نصفين، لان هؤلاء ثلاثه وهؤلاء ثلاثه. فاولاد الثلاث بنات في مجموعهم لهم ثلث التركه. اولاد الثلاث بنات، اولاد الثلاث بنات لهم ثلث التركه، وهذا ثلث يقسم على ثلاثه. أولاد فلان لهم ثلث الثلث، وأولاد فلان لهم ثلث الثلث، وأولاد فلان لهم ثلث الثلث.
هذا بالوصية الواجبة. جميل. بعد ما نخرج الوصية الواجبة وهي ثلث التركة تماما، هيبقى عندنا ثلثي التركة. البنات الثلاث من ثلثي التركة لهن الثلثين بالفرض، ويقسم بين الثلاثة بالتساوي. الثلث الأخير بعد ثلثي البنات لأولاد الابن، ويقتسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندنا أصحاب وصية واجبة، وعندنا أصحاب فروض، وعندنا عصابات. أصحاب الوصية الواجبة أولاد الثلاث بنات، وأصحاب الفروض البنات اللي على قيد الحياة، ثلاث بنات على قيد الحياة، والعصبة هم أولاد الابن ذكورا وإناثا. جميل. نعم. بارك الله في حضرتكم. يعني زينب بتسأل، عمي مسؤول عن جامع وفي مصاحف. نعم. وممكن يدي لحد مصحف من المصاحف دي ياخده يعني. نعم. يقرأ أولا منه. مصحف المسجد هذا وقف. نعم. وشرط الواقف كنص الشارع. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقول المصحف ده للمسجد الفلاني، اللي أنا بقوله ده الشرط اللي أنا قلته ده كنص الشارع، يعني كالآية التي ذكرت في كتاب الله. يا الله. يعني ما ينفعش نغيره. فما دام فلاني الفلاني تبرع بهذا المصحف للمسجد الفلاني، يبقى هذا المصحف لا يخرج من هذا المسجد، وإنما يظل وقفا لهذا المسجد. من أراد أن يقرأ في هذا المصحف يمكث في المسجد للقراءة، ولا أحد يملك أن يتصرف فيه. ولا أحد يملك أن يتصرف فيه، لا القائم على المسجد يملك، ولا من الذي يملك؟ الواقف. نعم. لما نروح نستأذن نقول له يا حاج فلان انت كنت جبت 10 مصاحف للمسجد، طيب فلان الفلاني ما عندوش مصحف وعاوز مصحف يقرأ، ممكن نعطيه مصحف؟ ألا يعطوه، ما في مانع. خلاص، إذن الواقف هو الذي يغير. جميل. أما غير الواقف لا يغير. جميل. السؤال الثاني، إن ابنها هو خارج من المسجد من البيت بيقول لها لا إله إلا الله، تقول له محمد رسول الله. يعني متعودين إحنا بيننا وبين بعض كده دايما نقول كده. في ناس كتير بتحاول يعني تلصق البدعة في كل شيء، وهذا مما يكره الناس في العبادة. ما البدعة في أن نذكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما البدعة في أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بالعكس، نحن لما نعود أنفسنا ونعود أولادنا على ذكر الله سبحانه وتعالى عند مغادرة المسجد، هذا فيه خير وبركة. طيب، هل هذا لأنه لم يذكر أنه فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالضرورة لابد أن يكون بدعة؟ أبدا. في حاجات كتير جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وامتدح الناس على فعلها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة فقال سمع الله لمن حمده، فرد واحد من أصحابه عليه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من صلاته قال أيكم قال كذا كذا، فالرجل اللي قال خاف حسن يكون عمل حاجة غلط. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه، فالرجل سكت. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر السؤال مرة ثانية، فالرجل برضو سكت. فكرر مرة ثالثة، فالرجل بقى شد خوفه فسكت مش قادر يتكلم. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجده يعني لم يتكلم، قال إيه؟ لقد رأيت بضع عشرة ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني الملائكة تمالأت عليك. نعم. وجايين جاري يتزاحموا، كل واحد منهم معاه الصحيفة بتاعته عاوز يكتبها الأول لفضل هذه الكلمة. طب هذه الكلمة لم يقولها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجراها الحق تبارك وتعالى على لسان أصحابه. يوم لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال ويحدثنا بهذا، أصبحت سنة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد أقر صاحبها عليها، فهذه سنة تقريرية أقر صاحبها عليها. وعلى هذا فقد يجري الحق تبارك وتعالى لنا بعض الأشياء التي نذكر بها الله سبحانه وتعالى، هل بالضرورة لازم تكون وردت بهذه الصيغة وفي هذا الوقت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش لازم. ولكن لما كانت صالحة كأصل من أصول الدين في أنها مندرجة تحت الذكر بوجه عام، فلا مانع ولا تكون بدعة، بل بالعكس قد نعود أنفسنا وأولادنا على ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ولو بكلمات رقيقة بسيطة هنقولها خفيفة على لساننا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ما نقول محمد رسول الله نعمل إيه؟ هنصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكرنا الله وصلينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واستفتحنا يومنا، واستفتحنا أولى خطواتنا وإحنا خارجين من البيت بذكر الله سبحانه وتعالى، فيمتلئ الأمر خيرا وبركة، فما في مانع إن شاء الله. جميل. أحمد، سلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضل. الله يتفضلك. السلام عليكم. سامعك دكتور علي، مع حضرتك، تفضل.
لو سمحت ممكن اتواصل مع الدكتور فضيله الشيخ علي؟ مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا حضرتك، انا يعني في عندي الحمد لله من فضل ربنا في مثلا في بيتين عندي. في بيت في شقتين وفي بيت اربع شقق. تمام. عايز اوزعهم حضرتك على ولدين وبنتين يعني اولاد البلد. تمام. ومتشكرين خالص فضيلتك. الله يبارك فيكم يا سيدي. شكرا يا استاذ احمد. طيب ناخد سؤال منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحت ليا سؤالين للشيخ بعدين. اتفضلي. اول سؤال، انا دلوقتي فيلم للتلفزيون دلوقتي. انا دلوقتي حضرتك كنت قاعده ستي متجوزه وحصل شويه مشاكل فرحت عند بيت والدتي. فبنيت اوضه وصاله في نفس البيت بتاع والدتي، يعني والدي متوفي، ده بيت العيله يعني. فده من فر مالي انا، يعني انا اللي بنيته وصوب كده وقعدت فيه. بعد كده قعدت سنتين وانفصلت عن جوزي وجيت بقى ظبطت البيت لان كان المطر بتنزل على اولادي بالكهرباء بيحطني كده. فظبطت الشباك والحرق وجميع التشطيبات يعني. اصبح دلوقتي وهم عاوزين يبيعوا البيت، يعني كل واحد ياخد مراته، احنا اربع بنات وولد. الدور الثالث دوت انا اللي بنيه من الالف للياء، من ساعه الطوب لغايه وقتنا هذا، من السباكه للحاره لسخن وبارد لكل حاجه. دلوقتي الدور الثالث دوت ايه حكمه؟ لان انا مش عاوز اخده بالله عز وجل، يعني سالت كذا حد قالوا لي الدور الثالث ما يتحطش في المراه. طيب اعرف من حضرتك ايه انا ليا ايه عشان ربنا ما يحاسبنيش؟ هل ليا حق تشطيبات الشقه اللي انا شطبتها وتتخصم من الميراث؟ لان انا مشطبها من كله. طيب يعني هي الشقه نفسها اتكتبت لك؟ اتكتبت باسمك ولا لا؟ هي كل لا البيت كله باسم ربنا. ايام ما كانت ماما عايشه الله يرحمها، انا والدي وتوفي وماما هي اللي بنت البيت ده دورين، دور هي كانت قاعده في الارض واخويا كان في الثاني. اما غضبت انا جيت بقى كنت شغاله وبنيت الدور الثالث اللي انا كده اوضه وصاله عشان كان عيالي كتير فما كنتش عاوزه ابقى تقيله على حد. وصل سؤال حضرتك، لكن كان اصل الارض والبيت ده بتاع باسم والدتك صح كده؟ لكن انت بنيتي بس يعني اتحملتي تكلفه البناء بس. لكن انا بنيت فوق طوب وسباكه والحاره وكل جميل. حاجه يعني الله اكبر خليتها شقه كويسه فوق. وصل السؤال ده. كان مش عارفه اخد حقي ازاي يعني. طيب انت حضرتك لما هل يتختم؟ طب اسمعي دكتور علي يا استاذه منى، اسمعي دكتور علي عايز يسالك. اسمعي دكتور علي، اتفضلي يا دكتور. طيب حضرتك لما بنيتي باذن الورثه، يعني عند البناء استاذنتي الورثه في البناء؟ كانوا هم عارفين. ما انا كنت ساعتها غضبانه وكان اخويا اللي هو ولد واحد كان اخويا معايا هو اللي بيجيب الحاجه، وكانت اخواتي كلهم عارفين ان انا ببني عشان انا كان معايا اربع عيال كلهم عندهم علم ان انا ببني. يعني المهم ان هم اذنوا لكي في البناء. اذنوا ليا في بدايه الامر في البناء، في اول ما بنيت الاوضه والصاله. فلما جيت طبعا النظره كانت بتنظر عايزه تفهم من حضرتك من حاجه عشان حد قالوا لي اسالي فيها. بعد كده بعد ما انا اتطلقت بقى حبيت ان انا اوضب، قالوا لي احنا هنبيع البيت. قلت لهم ما انتوا هتبيعوا البيت، ما انا الكهرباء بتبهدلني وبتكهرب الحيطان والنظر بتنزل عليا على السرير انا وعيالي. فما ينفعش ان انا استنى عبال ما اتبيع لان انا هقعد بعيالي معايا عيالي. فايه قالوا لي لا انت ما توضبيش. قلت لهم وصل سؤال حضرتك. تمام. وصل سؤال حضرتك يا استاذه منى. طبعا عشان حضرتك مش هينفع. تمام معانا؟ طيب الخط فاصل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني وصل السؤال. هنستاذن حضرتك بس يا دكتور علي، هنروح لفاصل ونرجع ان شاء الله نجاوب على السؤالين. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. بفكر حضراتكم اننا بنستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشره من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه او من خلال صفحه قناه الناس على فيسبوك. كان معانا اسئله يا دكتور علي قبل الفاصل. نعم. احمد كان بيسال انه عنده بيتين، بيت فيه شقتين وبيت اربع شقق، يوزعهم ازاي على اولاده؟ هو تقريبا عايز يوزع قبل هو عنده ولدين يعني وبنتين. ربنا يديله الصحه وطوله. نعم. العمر. امين يا رب. هو عنده ولدين وبنتين. نعم. اذا كانوا هم هؤلاء هم الورثه ويريد ان يقسم عليهم هذا فخلاص. اذا كان البيت اللي فيه شقتين نصف قيمه البيت اللي فيه اربع شقق فخلاص هو عنده ولدين وبنتين. في نعم. في هذه الحاله ممكن يعطي البنتين البيت اللي فيه الشقتين مثلا ولا؟ والله هو لازم يقيم البيتين مع بعض. نعم. يقيم هذا ويقيم هذا ويعطي ويقسم فيما بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين. نحن ما نعرفش بالضبط
يعني هل قيمة الشقة هنا مماثلة لقيمة الشقة دي ولا لأ؟ فلازم في هذه الحالة يقيم كل بيت بمبلغ مالي، ثم بعد ذلك يقسم، يعني يضم المبلغين على بعض ويقسمهم على كم سهم، هنا 4 وهنا 2 على 6 أسهم، يقسم على 6 أسهم، وبعدين يشوف نصيب كل ولد يكافئه شقة هنا أو شقة هنا، ويقسم على أولاده وذكورا وإناثا، وربنا يوفقهم. طيب عندنا سؤالين هنا ممكن يكونوا يعني مثارين يا دكتور علي. أولا، هل هو لو هيقسم قبل الوفاة لازم يقسم بنفس الشكل يعني الميراث، ولا ممكن عادي لو استرضاهم يدي كل واحد؟ دي نقطة مهمة. هو في الحقيقة لا قسمة للميراث في أثناء الحياة. لأن الميراث عبارة عن تقسيم تركة، والتركة هي ما يتركه الإنسان بعد وفاته. أما إذا قسمه على قيد الحياة فهذه هبات شرعية، يعني بيتصرف بالهبة الشرعية وهو على قيد الحياة. طيب لما يجي يقسم بالهبة الشرعية على كل أولادنا ونحن على قيد الحياة، هل بالضرورة أن أقسم بقسمة الميراث فأقسم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، لأن الأصل في الهبة التساوي. يعني في الأصل لما أنا أجي أعطي لأولادي وأنا على قيد الحياة أساوي بين الجميع. فإذا أردت أن أساوي بين الجميع فلا مانع، وإذا استرشدت بأحكام الميراث كأنني أقسم تركتي حتى لا يقع النزاع بين الورثة بعد وفاتي، فقسمت بينهم بالقسمة الشرعية، ممكن أحسب تركتي وأعطي لزوجتي الثمن ولأولادي للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا. هل لو فعلت هذا حرام؟ لا أبدا، مش حرام. كل ما في الموضوع أنني فقط أقسم بينهم الأمور العينية حتى لا يقع فيما بينهم النزاع بعد وفاتي، ففلان يقول أنا أريد كذا وفلان يريد أن أقول أنا أريد كذا. خلاص أنا بقسم بينهم الأرض لفلان والبيت لفلان والسيارة لفلان والأموال اللي في البنك لفلان وهكذا، بقسم العينيات حتى لا يقع النزاع فيما بينهم بعد ذلك. جميل. ولكن هذا التقسيم تركة لا، ميراث لا، ما هو إيه؟ هي شرعية. وحضرتك هنا تنصح ان احنا نتعجل في مساله ان احنا نوزع دي، ولا نتركها تركه؟ لا، يعني انا لا اقصد بالتعجل. ولكن اذا اردنا ان نعمل هذا حفاظا على الحقوق ممكن نعمل وصيه بتقسيم التركات بين الورثه بالانصبه الشرعيه، ودي وصيه بتكتب وبتكتب فيها ان فلان ياخذ كذا وفلانه تاخذ كذا بالامور العينيه المحدده المفرزه. حتى لا يقع النزاع فيما بينهم في قسمه اعيان التركه. ربنا يؤلف بين قلوبنا جميعا. منى كانت بتسال ان بيت والدتها هي راحت بنت فيه يعني زي اوضه وصاله، يعني تحملت النفقات كلها، دلوقتي عايزين يتقسم البيت ده كميراث، هل هي حقها الجزء ده بتاعها مثلا واجب بتاعها هي لوحدها خارج عن الميراث، ولا يعني يتصرفوا ازاي؟ نعم، ده خاص بها. وخصوصا أنني سألتها عن استئذان الورثة أو صاحبة البيت، والدتها كانت عايشة وكانت موافقة، أخواتها كلهم كانوا موافقين أن هي تبني. طيب هي بنت، لما جت بنت بقى التوصيف هنا إيه؟ أنها زادت في ملك الورثة أو زادت في ملك أمها، لو كان البيت ده ملك أمها زادت في هذا الإيه، في هذا الملك. فلما توفيت الأم وأصبح البيت كله تركة، هذه التركة مشغولة بحقوق هذه البنت. ما هي هذه الحقوق؟ هي ما قامت ببنائه لأنها زادت من قيمة التركة بهذا البناء، ولكن ليس لها حصة في الأرض. وعلى هذا هنعمل إيه؟ قبل ما نقسم التركة هنجيب ناس يقيموا هذا البيت، وبعدين نقيم الدور الثالث لوحده. الدور الثالث ده لوحده بكام؟ بكذا. طيب يبقى البيت كله بكام؟ بكذا. يبقى نخصم قيمة الدور الثالث لصالح ايه؟ البنت. والباقي تركه يقسم بين الجميع. جميل. معانا لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اسال، انا حماية توفى الله يرحمه. تمام، الله يرحمه. فقبل وفاته بيوم كان قاعد وقال ان هو عنده بيت وعنده حته ارض. فقال ان البيت للبنوته وحته الارض دي للولدين. فجي لما توفى كذا حد قال لنا لا بلاش تعملوا كده، لان ممكن هو يتحاسب على الكلام ده، لان الارض اغلى من ثمن البيت. ففي واحد من اخواتها قال لا هي تورث معانا في الارض وفي البيت. واحد تاني معترض، فقال هي تورث زي ما باباها كان عايز ولا تورث في الاثنين؟ هو ما كتبش حاجه، هو الكلام ده قاله قبل ما يتوفى بساعات بس. وصل سؤال حضرتك، حابب تسالها في حاجه يا دكتور؟ لا تمام، شكرا جزيلا يا استاذه لمياء.
طيب نجاوب عليها. هو قال البيت للبنت والأرض للولدين. تمام، هذه كانت رغبته، ولكن هل هذه وصية؟ لا مش وصية، ولم يقل وصيكم بأن تفعلوا كذا وكذا بعد وفاتي، ولكن دي كانت رغبة عنده إنه البنت تحصل على الأرض والولدين يأخذوا البيت. طيب بعد الوفاء الحاصل، الحاصل أن كل ما تركه تركه ويجب أن يقسم بالقسم الشرعي. طيب ولكن أنا سمعت من أبويا إنه قال كذا وأنا عايز أنفذ رغبة أبويا، ولكن رغبته دي مخالفة لتقسيم الميراث بعد وفاته، هل يجوز الاتفاق بين الورثة على مخالفة قسمة الميراث؟ نعم يجوز. ليه يجوز؟ لأن قسمة الميراث هذه حق، وأنا لما اتفقت مع إخوتي على قسمة مغايرة لهذه القسمة فقد تنازلت عن حقي. يعني حقي ثابت بالشرع، تمام، ومن الممكن أن أتمسك بهذا الحق ولا ينازعني أحد، ولكن لما تنازلت عن حقي بعد ثبوته هذا جائز. يعني مثلا لو فرضنا أنه في إنسان توفي عن ولدين، بحسب الأصل كل واحد من الولدين له نصف التركة، ففي واحد من الولدين حاله ميسور شوية، فوجد أنه أخوه يعني حاله يعني فقير شوية، فقال إيه أنا خلاص أنا هكتفي بقطعة الأرض الصغيرة دي وهعطي لأخي قطعة الأرض الكبيرة علشان يزرعها ويطعم منها أولاده. يا سيدي ده قطعة الأرض الصغيرة دي لا تساوي ربع التركة، أنا ما يجراش حاجة، أنا موافق، أنا متنزل عن حقي. أيوة، يبقى هنا عمله بعدما ثبت له الحق شرعا في نصيبه في الميراث تنازل عن هذا الحق. يبقى إحنا مش بنغير من أحكام المواريث، لا، ده بعد ثبوت الحق بالشرع تنازل فلان عن جزء من حقه أو عن حقه كاملا، هل هذا جائز أم غير جائز؟ جائز ولا مانع. وعلى هذا فلو اتفقنا إن البنت تحصل على الأرض والولدين يحصلوا على البيت تنفيذا لرغبة الأب، وتنازلنا نحن الولدين عن نصيبنا في هذه الأرض، لا مانع. طب إذا اتفقنا أن يكون الجميع تارك ويقسم بيننا بالقسمة الشرعية، لا مانع. جميل جدا. صفاء، سلام عليكم. بركاته. ممكن أقول سؤال للشيخ؟ مع حضرتك، اتفضلي. طب حضرتي الشيخ لو سمحت، أنا جدي رحمة الله عليه كان عنده بيت 140 متر، كان مبني دور أول وفي ثلاث دكاكين تحت والدور الثاني من غير سقف، تمام؟ لما جه توفى قبل ما توفى يعني عمل ورقة كاتب فيها إن الدكاكين اللي تحت هم تقريبا ثلث البيت للأولاد الأربعة والبنات ما يرثوش في الدكاكين دي. فمع العلم ان مش الاولاد الاربعه دول مش كلهم تعبوا معايا، يعني يمكن ثلاثه بس اللي تعبوا واحد لا، والبنات برضو في منهم واحده تعبت جدا معاه في البيت، فما طبعا ايه هو شالها من موضوع الدكاكين دي. فبعد وفاته يعني بحوالي 10 سنين والدي جاب الورقه اللي هو كاتبها جدي وقطعها وقال ان كله هيورث زي بعضه. طبعا كان كله رضي ما عدا كان في حد بس هو المتذكر شويه، بس في الاخر انفعل كلام والدي يعني وكده. فوالدي هل هو عليه اسم ان هو قطع الورقه مع ان الدكاكين كانت حوالي ثلث الميراث يعني اللي جدي وصى ان هو الصبيان بس اللي تاخدها ولا لا؟ انا كنت عايز اعرف بس والدي عليه وزر ولا لا. طيب ولكن في النهايه كل الورثه وافقوا على هذا. بس كان في تدجر من بعض الناس في الاول، بس خلاص هم انفعوا الامر والدي والورقه اتقطعت وخلت كل يورث زي بعضه. تمام. فهو عليه وزر ولا لا ان هو قطع الورقه دي اللي جدي كان كاتبها وجدي موصي بيها يعني وهي تقريبا ثلث الميراث تقريبا بتاع البيت؟ هو عليه وزر ولا لا؟ شكرا يا استاذه صفاء. طيب. معنا محمد. طيب نشوف. تمام. محمد الاول بعد اذن حضرتك. محمد سلام عليكم. لو سمحت عاوز اوجه سؤال للدكتور علي. والله مع حضرتك، اتفضل قول سؤال. السؤال الاول، انا زوج لخمس اولاد. اب بقى لخمس اولاد. اب لخمس اولاد. نعم. ولدين وثلاث بنات. ربنا يبارك يا رب. زوجتي توفت واثناء مرضها استلفت 25000 جنيه وصرفتهم على العيال. فدلوقتي انا ال 25000 جنيه دول انا راجل غير مسؤول الحال. لما استلفتهم جيت سددتهم من ميراثها. والباقي وزعته بالتساوي بين اولادي وانا. هل هذا صح ولا غلط؟ حضرتك استلفت 25000 عشان تنفقهم على زوجتك المريضه. ايوه، وصرفتهم على مرضها في العنايه المركزه. وبعدين لما توفيت اخذت من فلوسها 25000 وسددت المديونيه، صح؟ ايوه. وبعدين وزع الباقي بقى هو الميراث. وزعت الباقي بقى وخدت نصيبي واديت لاولادي للذكر مثل حظ الانثى. وصل سؤال حضرتك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. طيب نجاوب الاول على الاستاذه صفاء. بتسال ان والدها قطع الورقه وقال خلاص الوضع ان احنا هو كان يعني كان ميراث. هو في الاصل كان يجب ان نستاذن الورثه في عدم تنفيذ الوصيه، لان كل واحد من الاولاد كان له حصه في هذه الوصيه، والوصيه جائزه ما دامت في حدود ثلث التركه.
ومع انه في خلاف بين الفقهاء هل تجوز الوصيه للوارث او لغير وارث، الجمهور على انه لا وصيه لوارث، ولكن بعض الفقهاء قال ان الوصيه جائزه للوارث ولغير الوارث في حلول ثلث التركه. القانون المصري اخذ بان الوصيه جائزه للوارث ولغير الوارث في حلول ثلث التركه. فالمتوفى رحمه الله تصرف في حدود هذا الامر، ولذلك لما كتب المحلات كانت ثلث التركه، اذا فوقد اوصى بثلث التركه. اذا فالوصيه صحيحه ام غير صحيحه؟ الوصيه صحيحه. ولكن استشعر والد السائله الكريمه انه فيه غبن وفيه ظلم على بقيه الورثه، انه يستاثر الذكور بالمحلات دون الاناث، وانه في بنت تعبت معاه في بناء البيت ولم تاخذ شيئا وهكذا. فقال خلاص احنا بدل ما ندخل في ايه في هذا الامر وممكن تقطع الارحام بسبب هذا، ما بلاش الوصيه خالص وكلنا نورث في البيت كله بالقسمه الشرعيه. القسمه الشرعيه. فراح مقطع الورقه. تقطيع الورقه هنا المفروض انه خطا. ليه؟ لانه قد منع اصحاب الحقوق من اخذ حقوقهم. ولكن الحقيقه يبدو ان هي ورقه عرفيه، والورقه العرفيه ورقه ضعيفه. ليه؟ لانه في فرق بين الورقه الرسميه والورقه العرفيه. لو كانت ورقه رسميه كانت مسجله في الشرع العقاري ولها رقم موثقة وتاريخ وموثقه، وكان ممكن الورثه يطلعوا ورقه ثانيه ويطالبوا بحكم. انما الورقه العرفيه ورقه ضعيفه. يعني ممكن انكرها وممكن جحدها. ولكن الحاصل يعني ان الورقه مزقت والورثه وافقوا على هذا وقالوا خلاص ما في مانع، احنا هنقسم بالقسمه الايه؟ الشرعيه. ما دام انه قد حصل التوافق والاتفاق واقرار هذا الامر في ان نخلص من هذه الوصيه ونلجا مباشره الى التقسيم الشرعي لكل التركه على جميع الورثه بالقسمه الشرعيه فلا مانع. وموافقة الورثة صحح تمزيق هذه الورقة، صحح الخطأ اللي وقع فيه الأب أنه قطع الورقة. طيب محمد كان بيسأل أنه أب الخمس أولاد وزوجته يعني صرف فلوس على مرضها، وبعد وفاتها خد الفلوس دي من التركة سد بيها الدين. ربنا يرحمها رحمة واسعة. ما دام أنه قد استدان من أجل علاج الزوجة وهي صاحبة مال وهو فقير ولا يستطيع علاجه، إذن ففي هذه الحالة لا مانع أن نأخذ من التركة بقيمة هذه المديونية التي قد أنفقت عليها بالفعل ونسدد المديونية، وبعد ما سدد المديونية المتبقي من التركة قسمه عليه وعلى أولاده، هو له الربع ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان قد قسم بهذا التقسيم فلا مانع إن شاء الله. جميل جدا. طيب معنا علاء، سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا حضرة الشيخ، ده صح مع حضرتك. أهلاً. تفضل قول سؤالك يا استاذ علاء، سامعينك، اتفضل. حضرتك احنا خمس بنات واربع اولاد، ووالدي عنده قطعه ارض فقسمها ميراث شرعي للولد للراجل مثل حظ الانثيين. تمام تمام. سامعينك يا استاذ علاء، كمل. ففاض من قطعه الارض قطعه حوالي 260 متر. فلي اخ مسافر بره في الخارج. فطبعا حبا يعني الحب متزايد شويه من والدتي ووالدي نحو شويه. فقام ابي ووالدتي بان هم يدوا له قطعه الارض ديت بدون اي وجه حق، يعني بمعنى الاصح. ولا اخواتي مش راضيين ومحدش راضي عن الموضوع ده. بس هو على قيد الحياه. هو وزع على قيد الحياه، صح كده؟ اي بالظبط. ربنا يبارك فيك. فضلت القطعة ديت وهو عاوز يديها لاخويا بدون رضا اخواتي. وصل سؤال حضرتك يا استاذ علاء، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا محمد، سلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا فندم؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. بعد اذنك بس عندي سؤال بس طول شويه. سريعا اتفضل. ماشي، لو سمحت والدتي توفت ووالد عايش. فكان في حته ارض فهي كان لها بتاع مراث من والدها فباعته وادته الفلوس يشتري من ايه عشان يكمل حياه الارض دي. فهي توفت وهو اتجوز. فالحته الارض اللي اشتراها دي طلعت كردون مباني، فاخواتي مثلا عايزين يبنوا. سالوا لابويا، ابويا قال لي ما عنديش مشاكل. قلت له يابا بعد اذنك بدل ما حد ياخد حته كبيره او حد يجيب نصها مثلا وزعها علينا، فكل واحد ياخد يعرف منابه ويبني. فمشكورا الراجل ما قالش حاجه، قال ما فيش مشاكل. فاحنا بنوزعها
قال قلت له يابا ايه تطلع لنا حق امنا عشان انت بتشتري حته الارض دي، والدتنا بقت حقها فيه تطلع لنا حقها. فقال لا ده ملهاش حق عندي. فقلت له ازاي ولا لا المفروض ان هي لها حق. قال لي لا ملهاش حق. فالناس اتوسطت فروحنا للشيخ عندنا في المسجد. فقال له يا حاج لازما حقها دي انت لما هي باعت الفلوس دي انت اكلت بيه وشربت بيه ولا اديتها لك وانت بتشتري؟ قال له لا اديتها له وانت بتشتري. قال له خلاص طلع لهم حق امهم. شوف انت كنت لو شارب خمس قروش بسعر ما انت شاري ايام. فكتبنا وخلصنا على هذا المنوال. فابويا زعل مني فتره قال اني كده يعني علي وزر او انني زعلت ابويا ولا وعايز اعرف بس ام حلال ولا حرام اللي انا عملته ده. لكن خلاص تمت الاسم على الشكل ده والموضوع انتهى. تمام. ومراته وابنها المخلف مراته وابنها طلع لهم حقهم بما يرضي الله. وصل سؤال حضرتك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. طيب نجاوب على استاذ محمد الاول. طيب يعني السؤال حاضر كده. يعني هو كل ما في الموضوع بدون ما ندخل في تفاصيل. هم كانوا يبحثوا عن نصيب امهم في هذا في قطعه الارض. طيب الحاصل ان الاستاذ محمد متصور انه هو يعني هو بيسال هل انا اخطات علي ذنب ان انا وهكذا ان انا طالبت ابويا بحق امي وكذا. لا ما فيش حقوق ولا في حاجه ما دمنا بنطالب بالحق الذي اقره الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه الحق تبارك وتعالى ويرضى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضاع حقه ورآه مطالب. فما دام حقه بنطلب به ما في مانع. المهم ان احنا لما نيجي نطلب الحق وخصوصا من الاب او الام نتلطف في الطلب. ونمنا تلطفنا في الطلب والحمد لله ان الاب استجاب والامور مشيت على خير ما يرام. خلاص ما في مانع ان شاء الله ولا اسم ولا ذنب. طيب استاذ علاء كان بيسال ان يعني موضوع التقسيم بين الابناء الذكر مثل حظ الانثيين وبالشكل اللي هو عمله ده الاب قسم تفضل جزء ولكن بقي قطعه ارض اعطاها لواحد من اولاده ولم يعطي في حياته هو في حياته. هذه هبه شرعيه. يعني على فكره اللي هو قسمه على كل اولاده والقطعه الاخيره التي اعطاها لاحد اولاده كل هذا ليس ميراثا، كل هذا بالهبات الشرعيه. طب هل يجوز الاب ان يفضل احد اولاده فيعطيه زياده عما اعطى الباقي؟ الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا أنه لا مانع إذا وجد مبرر شرعي. يعني إذا كان الأب عنده مبرر شرعي في أن يهب لأحد أولاده ويمنع الباقي أو يزيده شيئا زيادة عن بقية إخوته، قالوا إذا كان فيه مبرر شرعي لذلك فلا مانع. يعني إيه مبرر شرعي؟ يعني سبب وجيه يحرك قلب الأب أو قلب الأم لأن يعطي زيادة لهذا الابن، كالمريض الصغير المغترب حالته المادية صعبة مثلا الفقير وهكذا. إذا كان له حالة يعني تجعل الأب أو الأم شغوف بأن يعطيه شيئا زائدا فلا مانع من ذلك. وقالوا إن هذا حتى من الطبيعة البشرية إنه دائما الإنسان بيشفق على صاحب الحاجة. طيب. سواء كان مريض أو فقير أو صغير وما إلى ذلك. رسالة هنا حضرتك توجهها بقى الأستاذ علاء وإخواته، إن هل هنا يشترط إن الأب يسترضينا علشان يكتب لحد ولا مفروض احنا اللي كابناء من باب البر خلاص الاب مثلا يعني طالما ادانا حق وفي الاخر فضل الابن لسبب ما الاب او الام وهم على خير الحياه مش مطلوب منهم يستاذنوا اولادهم في كيفيه انفاق والتصرف في اموالهم. زي ما قلنا قبل كده كل انسان له ذمه ماليه والذمه الماليه هذه الانسان مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ملكنا الاموال جعل لنا حريه التصرف في هذا المال. ليه؟ لأن كل واحد منا سيسأل عن أمواله بعد ذلك. وعلى هذا فهل يجب على الأب أو الأم أن يستأذن أولاده وهو ينفق على بقية الأولاد؟ لا أبدا لا يستأذن. ولكن واجب علينا نحن أن نقف مع أنفسنا وقف ونقول إيه؟ بدل ما أزعل وأتضايق أن أبويا أعطى أخويا زيادة عني شوية أنا ممكن أفرح وأقول الحمد لله أن أبويا أعطاني حاجة بك ممكن ما يعطينيش. صح ولا ايه؟ صحيح. فنقول كده الحمد لله ابويا يعني كويس ان هو قسم علينا 90% من التركه بالقسمه العادله ولكن يعني 10% اعطاهم لاخوي ما في مانع. ايه المانع؟ يعني هل انا اغضب من 10% لاخي وبسببها اغضب واغضب ابي فاعقه واغضب امي واعقاه وبعدين اقطع الرحم بيني وبين اخي
بسبب حاجه بسيطه اخويا خدها ما في مانع، ما انا اخذت يعني 90% كانت قسمه عادله، فانا انظر الى القليل ولكن افرح بالكثير. يعني في نهايه الحلقه عايزين تلخيص سريع من حضرتك لما تعلمناه اليوم في موضوع الميراث. اولا ان موضوع الميراث من الاهميه بمكان، لانه يتعلق بالاموال التي عليها قوام الحياه والتي بسببها تقوم المنازعات والخلافات بين الناس قريبا وغير قريب. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى قسم لنا قسمه الميراث بالقسمه العادله بالتفصيل حتى لا يقع النزاع بين الناس ولا يقع الامر لاجتهاد البعض فيقول ففلان يقول كذا وفلان يقول كذا. الامر الثالث انه امر المواريث استقر بعدما هدأت النفوس واطمأنت الى الامر التشريعي الصادر من الله سبحانه وتعالى بعدما اسس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون بالحق والعدل والخير بين الناس جميعا. ربنا يبارك في حضرتك، بنشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور علي فقر امين الفتوى بدار الافتاء، شرفتنا ونورتنا. الله يبارك فيك وجزاكم الله خير. وبشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.